ثارت ثائرة العالم في اليومين الأخيرين على قصة انتشار متحور أوميكرون الجديد، ومع الإغلاقات المتتالية وتوتر الأسواق خيم شبح العودة للمربع الأول في هذه الأزمة على السوشيال ميديا. وبدأت الأسئلة تتوارد حول مدى خطورة هذا المتحور وما هي أعراضه، وهل اللقاحات الموجودة حاليا فعالة ضده. في ظل كل هذه التساؤلات برز اسم الطبيبة أنجليك كويتزي من جنوب إفريقيا، وهي الطبيبة التي تعمل كرئيسة للجمعية الطبية هناك، وهي التي ينسب إليها اكتشاف هذا المتحور. السيدة ظهرت بالأمس في لقاءات صحفية عدة ومتلفزة، وقالت بشكل واضح تفاصيل اكتشافها لهذا المتحور والأعراض التي ظهرت على أوائل المصابين. واللافت في تصريح هذه الطبيبة هو أن الأعراض بشكل عام كانت طفيفة للغاية، وفي بعض الأحيان كانت أقل من أعراض فيروس كورونا الأصلي. فقد تحدثت عن إعياء شديد لدى المرضى استمر لأيام، ولكن من دون أن يفقدوا معظمهم يعني حاسة الذوق والشم، وهي واحدة من أبرز أعراض كوفيد-19. أنجليك لم تنفي وجود أعراض خطيرة قد تظهر في المستقبل، ولكنها حتى الآن لم تلاحظ بحسب ما ذكرته. يعني لهذا يجب التنبيه عن هذا المتحور الذي وضعته منظمة الصحة ضمن لائحة المثير للقلق، إلى جانب الكثير من المتحورات الأخرى التي ظهرت خلال العام الماضي. هذا الموضوع يعني أثار الكثير من الجدل حقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، والقلق من عودة الأمور كما ذكرنا إلى المربع الأول. سأبدأ من مصطفى. فزع غريب جدا لم نشهده حتى مع انتشار المتحور دلتا. لماذا يا ترى؟ وما الذي لاحظته الدول ولم نلاحظه نحن؟ مؤيد، المختلف في هذا المتحور هو تركيبته لا أكثر ولا أقل، وهو ما يجعل من عمر الوباء أطول. أختم مع مي، متى رح نخلص من هالقصة؟ مش معقول كل ما طلع متحور جديد بدنا نرجع نغلق ونسكر مصالحنا وأشغالنا، مش معقول، لازم يكون في حل. نرحب بضيفنا من الرباط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ في وزارة الصحة المغربية، الدكتور معاذ المرابط. دكتور معاذ، أهلا بك معنا في برنامج منصات اليوم. الرباط أيضا أو المغرب من الدول التي اتخذت قرار إجراء احترازي إغلاق حدودها في وجه هذا المتحور. لو تطلعنا أكثر يعني على أسباب هذا القرار وعلى ما اعتمد المغرب تحديدا يعني في اتخاذه. شكرا جزيلا، شكرا على الاستضافة. أولا لابد أن نعلم بأن هذا المتحور الجديد صنفته منظمة الصحة العالمية بشكل سريع كمتحور مثير للقلق، وهذه من المرات النادرة التي تصنف منظمة الصحة العالمية بشكل سريع متحور ظهر يعني عن مقاريب تصنفه مباشرة كمتحور مثير للقلق. لابد أن نعلم بأن المعلومات الوبائية والسريرية المتوفرة حاليا عن هذا المتحور هي معلومات قليلة جدا، إن لم نقل منعدمة، لأنها تعتمد كلها على تصريحات. ما هو السؤال دكتور، يعني عذرني عم قاطعك، في موضوع غريب يعني تحدثت انه معلومات قليله وانه بسرعه قياسيه يعني منظمه الصحه وضعته ضمن خانه يعني الخطوره العاليه. الا تعتقد ان هنالك شيء غريب في الموضوع؟ يعني على ما تستند فعليا هذه المنظمه لتصنيف الفيروس او هذا المتحور بهذه الخطوره؟ الخصائص الجينومية لهذا المتحور، يعتبر المتحور الذي يتميز بأكبر عدد من الطفرات مقارنة بالمتحور الأصلي الذي يعني كان في ووهان. مثلا إذا أخذنا المتحور دلتا كان فيه 10 طفرات أساسية، هذا المتحور فيه ما يناهز 50 طفرة، من بينه 30 طفرة في واحد البروتين نسميها البروتين سبايك، وعشر طفرات في مجال يسمى الار دي بي. وهذه الطفرات كلها ربما او معروف عنها انها اولا ستؤدي، يعني هذا نظريا، ما زال ننتظر المعطيات الوبائيه، ستؤدي الى انتشار سريع جدا لهذا المتحور، وهذا ما تفسره حتى المعطيات في جنوب افريقيا. مثلا اذا اخذنا الاسبوع الماضي في جنوب افريقيا مقارنه بالاسبوع الذي مضى الان، عدد الحالات تضاعف أكثر من 7 مرات.
في أسبوع واحد مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. إذن هذه الخصائص الجينومية جعلت علماء الفيرولوجيا يدقون ناقوس الخطر ويدعون إلى احترازات أكبر، لأنه فضلا عن الانتشار السريع هناك إمكانية وافرة أن يؤدي هذا، أن يكون هذا المتحور يعني من الهروب المناعي، يعني أن الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بكوفيد 19 ممكن أن يصابوا مرة أخرى، وكذلك حتى اللقاحات ربما فعاليتها ستخف. إذن نحن لن ننتظر حتى تظهر المؤشرات والمعطيات الوبائية والسريرية حتى تتخذ الإجراءات. هذا السارس كوف 2 معروف بأنه يعني نقول احنا في الدارجة المغربية يشمت الدول بشكل سريع، ينتشر وبشكل سريع يؤدي إلى انتكاسة وارتفاع الحالات. مرحبا دكتور معاذ. اليوم المغرب وعدد من الدول اتخذ هذا القرار انه بإغلاق لفترة أسبوعين، بينما دول أخرى قررت عدم الذهاب باتجاه هذه الخطوة. تحدثتم بأنه هذا المتحور انتشاره سريع جدا، ألا يعني ذلك بالتالي إمكانية أن يظهر متحور جديد بسبب هذا الانتشار الكثيف للفيروس؟ ربما الأخت الكريمة نريد أن نركز على أمر أساسي، هو أن هذا المتحور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية به في 24 من هذا الشهر، واكتشف على تحاليل أجريت في 9 من هذا الشهر، يعني أسبوعين قبل أن يكتشف المتحور كان موجود. إذن بالتالي راه انتشر في عدد من الدول، وهناك دول يوميا تكشف عن هذا المتحور. فبالتالي المنظومات الصحية الآن في العالم ككل أنهكت، تعبت صحيح. من موجات متتالية، فبالتالي لا يمكن مرة أخرى. مثلا المغرب نحن انتهينا يعني منذ وقت قريب من موجة كانت سريعة وأدت إلى وفيات وحالات خطيرة، لا يمكن مباشرة بعد ذلك أن تدخل في موجة جديدة. بالتالي الإجراءات يجب أن تكون إجراءات واضحة وقوية في انتظار أن يتبين الأمور والخصائص الوبائية لهذا المتحور. ذكرنا منذ قليل أن الطبيبة اللي اكتشفت هذا المتحور قالت بأنه العوارض خفيفة وحتى يمكن أقل من عوارض الفيروس الأصلي، وفي أسئلة يعني تزكي الشكوك حقيقة هذه التصريحات، يعني استنادا على ما تم يعني البحث عن خصائص هذا الفيروس بالتحديد إذا كانت العوارض خفيفة؟ لابد أن ننتظر الأبحاث، يعني تصريحات فقط، هذه ملاحظات سريرية لمجموعة من الأطباء. نحن نتمنى من القلب أن تكون يعني فعلا العوارض خفيفة، لأنه إذا كان عندنا متحور ينتشر بشكل سريع لكنه لا يؤدي إلى حالات خطيرة وحرجة، بالعكس هذا أمر مقبول جدا من ناحية الوبائية، سيساهم في المناعة الجماعية. لكن إلى أن تتضح الأمور أكثر وتظهر دراسات وبائية وفق منهجية علمية واضحة، لابد خاصة مع هذه التحذيرات التي تأتي من المختبرات، يعني علماء الفيرولوجيا حينما يشاهدون هذه الطفرات وفي لن ندخل في هذه الخصائص في مجالات يعني جينومية خاصة، يحذرون من إمكانية أن يكون هذا المتحور سريع الانتشار، وهذا ما يزكيه المعطيات الوبائية في جنوب يعني إفريقيا. على أمل أنه يكون الوضع تحت السيطرة. ونشكرك جزيل الشكر دكتور معاذ المرابط من المركز الوطني لعمل أو منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ في وزارة الصحة المغربية من الرباط. شكرا لك دكتور على مشاركتك معنا.